كتشوف هادشي وسيدنا دير شي حل لهاد الناس. راه مساكن، راه مساكن ما عندهمش فين يمشيو، راه كيهزوا في صدادهم من تحت الارض. وقفينا لهنا وقفينا بالليل حتى ما عندناش ما ناكلو، عشنا هنا عمر، عشنا سنين. جيت انا عندي 3 سنين، دابا عندي 50 عام. نهار 4 في شهر 1 شرعت السلطات المحليه في الدار البيضاء بعين دياب المكان المتواجد فيه مجموعه من السحره كما كيقولوا والمشعوذين، لدرجه ان هذا القرار حسب صحيفه هيس بريس الاعلاميه فانه شهد الشريط الساحلي بعين دياب في الدار البيضاء اصلاحات عديده حولته الى قبله للزوار، غير ان الضريح يبقى نقطه سوداء بهذه المنطقه. شنو بقى قصدنا بالنقطه السوداء؟ هو ان هذا المكان اللي هو سيدي كما كيقولوا لي سيدي عبد الرحمن بولبجار، شوف خويا من حقهم، حنا حتى حنا ما منعناهمش يديروا هنا، يديروا هنا مشاريع، يديروا هنا اللي بغاو. هو بشرط واحد، يعاودوا الناس، يعاودوا الناس المشاريع اللي غادي ديرها، غادي تستافدوا منها حيت هذا المكان غيولي سياحي. واضح حنا زراو علينا باش غنستافدوا. كلشي كيمشي مرحله، وشوف شوف خويا كلشي كيمشي مرحله بمرحله. خويا خويا راه كاينه مرا مسكينه عندها ولدها مسطي، راه من نهارها خارجه هي ويا الزنقه حيت ما كاينش اللي غيكري لها هي ولدها مسطي. سيدي عبد الرحمن كيجوا ليه الشوافات باش انهم يديروا طقوس ديالهم استحضار جن تشوافت كيف ما كيقولوا السحر والشعوذه. فغنشوفوا شنو هو القانون المغربي وشنو كيقولوا على مثل هذه العقوبات وشنو الراي ديال الناس اللي كاينين في ديك المنطقه ولا اللي ساكنين تما حول هذا الطريقه اللي تدخلات فيها السلطات المحليه كذلك من اجل انها تهدم مجموعه من الديور اللي كاينين تما بعين دياب وبالضبط بسيدي عبد الرحمن. فشنو كيقول القانون المغربي حول مثل هذه الجرائم؟ فكيعتبرها جرائم حسب القانون او حسب الفصل من القانون 540، فكيعتبر هذه العمليه بانها يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم، أي أنه يعد من طرق الاحتيال وكذلك النصب. فالسحر والشعوذة حسب القانون المغربي فأنها تعد من طرق النصب والاحتيال على الناس وكذلك على الزوار. فعلاش كيلجؤوا الناس على الطرق ديال الشعوذة والسحر؟ رجعوا للسبب حسب تقرير 2016 من جريدة إعلامية وهي جريدة العرب. فالتقرير شنو كيقول؟ كيقول لنا على أن كما أن الجهل والفقر من أهم الدوافع الموضوعية اللي كتخلي الناس تدفعهم وتدفع بزاف ديال الفئات المجتمع إلى مثل هذه الأعمال باش أنهم يمشيوا عند الشوافات ويمشيوا عند الشعوذة. وتدابرت هذه الأعمال على أنها أعمال مرتبطة كذلك بالتاريخ، كذلك بالمعتقدات التاريخية الراسخة في أذهان أنهم كتحضر الجن باش أنك الزوج ديالك انك تسيطر عليه. فبالنسبه للنساء فانهم كيستعملوا هذه الشعوذه وكيستعملوا طرق الشعوذه باش انهم يسيطروا على الرجال ديالهم، انهم يبقاو يلبيو لهم الطلبات ديالهم. فشنو هو الراي ديالكم حول هذه الطرق؟ شنو الراي ديالكم في السلطات المحليه المغربيه من العمل اللي قامت به هو هدم بعد البيوت كذلك بسيدي عبد الرحمن؟ فشنو الراي ديالكم في هذا العمل اللي قاموا به السلطات وكذلك شنو الراي ديالكم في هذه الشوافات وشنو الراي ديالكم في الشعوذه والناس اللي باقا كتثق بالشعوذه؟ اذا كنت عندك شي راي فضيفوا لي في التعليق، ولا كنت اول مره كتشوف فيديوهات ديالي اشترك باش نطول لكم في الفيديوهات وندير لكم مواضيع جديده ويوميه. تهلاو الاخوان.